مساءكم خير. وانت بتقلب كده في موبايلك وبتتفرج على فيديوز ويطلع لك فيديو ورا التاني ويطلع لك واحد بيزعق، واحد بيصوت، وواحد شعره منكوش، وواحد شعره ابيض، وواحد شعره اسود، والوان كده، ناس كده غريبه كتير بتتكلم بحماس شديد وبصراحه ونشهد بالحق كده وبمنطق مغلوط لكنه مقنع احيانا ضد بلدك، وتقول طب ما هم مش اخوانهم، دول معارضه، دي ناس مفروض بتعارض. فتش كده وادخل وسط الكلام وافهم اللي بيتقال، هتكتشف في القاسم المشترك اللي بيجمع الناس دي كلها الميول الانتقاميه الاخوانيه، وانه في الاخر بيطلع كله هم كتائب اخوانيه ماجوره بتستخدم نفس الطريقه على مدار السنين اللي فاتت، وبتحاول في كل مره انها تقنعك ان المره دي هنقدر، هو بيستخدمك في كل الحالات. السؤال الكبير بقى، مين اللي لسه بيدعم هذه الفكره الفاشله؟ مين اللي بيدعم الخطه اللي كل مره بتخذلهم هم قبل ما هي تكون بتخذلنا؟ احنا كمصريين خلاص وصلنا لقناعه. احنا سعداء ومتشرفين انه معانا على تليفون عشان نساله بقى السؤال ده. يعني الاسئله الصعبه لها رجالها. فاستاذ ماهر فرغلي الباحث في الاسلام السياسي والحركات الارهابيه مشرفنا على التليفون. استاذ ماهر مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ريلا. ايه سر الاستهداف الذي لا يكل ولا يمل؟ انا النهارده حسبتها كده لقيت ان 11/11 ده بقى له 6 سنين بيتكرر. وهم عاوزين يعملوا كده على طول، لان في ممول هنا، في ناس ورا هذه الدعوات، هو مش هيكف ابدا، لان هو اداه وظيفيه، هو موظف. هو موظف رسمي طول عمره لدى المخابرات البريطانيه والسي اي اي، وفي فتره من الفترات الالمانيه بالمناسبه مع هتلر. يعني لما بنقرا في التاريخ وبنرجع لايام حسن البنا بنشوف الكلام ده كله، المانيا، بريطانيا، بعد كده الولايات المتحده الامريكيه. فهو طوال الوقت موظف، يعني بياخد تمويلات وبيأدي دور وظيفي، مش في مصر بالمناسبة بس، لا في الوطن العربي كله. وعشان خاطر كده هو في الفترة اللي فاتت دي كما سمعت من بعض الإخوان السابقين بالمناسبة وبعض مصادري الخاصة، إن هم تلقوا خلال السنة اللي فاتت دي 180 مليون دولار تمويل. ده مبلغ ضخم جدا. تمويل بقى، ما هو ده سؤال يا أستاذ ماهر. أنا يعني برضو كمان هشارك حضرتك بحاجة، حضرتك فسر لي هم عايزين إيه. أنا كنت في شرم الشيخ لمدة 3 أيام فاتوا خلال الأسبوع. طول فترة وجودي في شرم الشيخ بيجي لي حملات إعلانية ممولة على السوشيال ميديا ضد مصر بعنف وبشدة، وكأنها بتستهدف كل الناس الموجودين هناك. سؤالي، هو متخيل أنه هيوصل لإيه؟ مصر رمانة الميزان في المنطقة. مصر لما تتهد، ومصر لما يبقى فيها فوضى، ومصر لما تبقى منطقة فيها توتر، كل العالم العربي هيبقى فيه توتر وهيبقى فيه فوضى. هي دي فوضى خلاقة، خطة قديمة هم مصرين عليها وهم عاوزين ينفذوها، وجماعة الإخوان المسلمين دي أداة من الأدوات اللي ممكن تعمل ده باعتبار أن ليها أزرع وأفرع في الوطن العربي. ومن ثم هم مجندين كل، مش الإخوان بس، مجندين ناس تاني وبعض القوى كمان وحلفاء الإخوان عشان يعملوا ده، ومش يأسنين من المسألة. أيوة يعني أنا سؤالي يا أستاذ ماهر، هل الأجهزة اللي بتدعم ده مش ذكية إنها تدرك إنه الحيل استنفذت وإنها فقدت شعبيتها، فقدت قدرتها على التأثير؟ رغم اللي حضرتك بتقوله كتمويل ده مش قليل. يعني الشعب المصري ده اللي عمله النهاردة أعطى درس لكل المتآمرين. واحنا كنا متوقعين وقلنا ان يوم 11/11 سيمر هادئ ويوم جميل جدا ونفيق على يوم هادئ، وبعد كده هنفاجئ بدعوات مضاده بعد فشل هذا الحشد، بان المطالبه بالمصالحه وحقوق الانسان، ثم الافراج عن المسجونين، وبعد ذلك هناك انقسامات اخوانيه ومعارك بين محمود حسين وفريق مش عارف لندن، ونفس السيناريو اللي هو بيتكرر مع كل فشل دعوات الحشد. هنلاقي على طول دعوات مصالحه، بعد كده خناقه بين الاخوان مع بعضهم يتناولها الاعلام، وبعد كده نشوف بعد كده ايه عشان الامور تهدى شويه، وننسى انهم فشلوا في هذا الحشد، وفشلوا وقدرتهم على ضم الناس وحشد الناس انتهت تماما. ده درس الشعب المصري، اعطى هذا الدرس النهارده، ولا واحد خرج في اي شارع من الشوارع، بل بالعكس ده خرجوا المؤيدين وخرجوا الناس اللي بتهلل
الجمهوريه الجديده وعلى النقيض من هذه الدعوه، ولذلك هم يأسانين. يعني انا لفيت على بعض الجروبات بتاعتهم بيقولوا دي هزيمه مروعه، يعني سموها كده بالنص، هزيمه مروعه بالفعل. فده اللي عمله الشعب المصري عشان يقول لكل القوى اللي بتدعم الناس دي انتوا بتراهنوا على شيء فاشل وعلى حصان خسران وعلى ناس ما عندهاش قدرات على اي شيء، والموضوع الشعب المصري لفظهم تماما، الشعب المصري لفظ الناس دي تماما. وده حقيقي، اعتقد الرساله النهارده انا ممكن عاوز اقول في عجاله سريعه استاذه دينا، ليه الشعب المصري لفظهم؟ واحد، هم كذابين جدا. الكذب اللي اتعودوا عليه من هذه الجماعه طوال الوقت بيكذبوا، لدرجه حتى النهارده كذبوا على القنوات بتاعتهم، كانوا بيعرضوا فيديوهات قديمه من 3 سنين واربع سنين وفي سوريا في الثوره السوريه، وجايبينها هنا يقول لك دي في مصر، وهذا كذب. ان هم نفسهم كذبوا نفسهم على الجروبات، ده واحد. اثنين، الناس اللي هي متصدره المشهد، الناس اللي ليهم، الناس كلها عارفاها ان هي بلا اخلاق وتتصارع على النفوذ وعلى الاموال، وبتشتم وبتسب وبتعمل افعال مشينه جدا، بل بالعكس مدمنين، فيهم بعض المدمنين كمان. فدي اثنين، الناس تمشي ورا دي نوعيات. يعني انا بشكرك يا استاذ ماهر، طبعا بشكرك، شكرا جزيلا استاذ ماهر فرغالي، الباحث في الاسلام السياسي وشؤون الحركات الارهابيه. وزي ما شفنا مع حضراتكم كده خدوا أكبر من حجمهم، لكن صدقوني ما يثير الغضب وما يثير الاهتمام. يعني أنا عجبني جدا سياسة الشعب المصري في التجاهل، لكن اللي بيزقنا نتكلم أحيانا هو إصرارهم على هذا العبث اللي بيتكرر كل مرة.